ازيكم يا رجاله واهلا بيكم في فيديو جديد. عايزين قبل ما نبدا الفيديو ده نصلي على النبي ونوحد الله في قلوبنا علشان ربنا يكرمنا في اللي احنا بنعمله. طبعا بشكر كل الناس على الدعم الجميل الحلو ده، وبشكر كل واحد بيكتب كومنت حلو او بيعمل لايك على الفيديو. يعني عايز اقول لك بيج لاف. عشان كده بحاول انوع في الافكار وبحاول اقدم لكم حاجه تكون كويسه، حاجه الناس تتبسط منها، حاجه فريش كده لسه طالعه من الثلاجه. فالنهارده قررنا ان احنا نعمل تحدي سباق سيارات. احنا كنا عملناه قبل كده وعملنا جميع تحديات سباق السيارات في لعبه ببجي. احنا ما سبناش سباق في لعبه ببجي الا ما عملناه. قررنا نعمل تحدي بين سياره الغلابه وسياره الشرطه ونشوف مين اللي هيكسب فيهم. هنشوف هل السكنات بتفرق في لعبه ببجي ولا مجرد بس الوان على العربيه والوان على الاسلحه. هو ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي معانا. عايزك تستنى لاخر الفيديو علشان في واحد هيكسب معانا النهارده برضه شدات في لعبه ببجي موبايل. ولو انت عايز تطبيق بيشحن شدات، تطبيق مضمون، تطبيق امريكي، هسيب لك رابط تحميل التطبيق موجود تحت الفيديو. التطبيق ده يا جماعه مفيش بعد كده، تقدر تشحن منه كل يوم 40 شده، وانا كنت اتكلمت على التطبيق ده وهسيب لك رابط تحميله موجود تحت الفيديو. خلينا بقى ندخل نشوف الفيديو ده مع بعض، وزي ما قلت لك استنى لاخر الفيديو علشان في واحد هيكسب معانا. يلا بينا. بص يا سيد، عشان نبدا مع بعض من اول الكوبري يا اسطى بتاع ملتا، وهنمشي على الطريق التقيل اللي هو مش كوبري، مش الكوبري، من عند طريق ملتا، كلمه الام، حرف الام، استناني عند حرف الام. هنبدا السباق من عند حرف الام ده كده لحد اول الكوبري بتاع المطار عند فيري بير. تمام كده يا ريس، وهنحط على عربيه الشرطه باذن الله. يلا يا ريس. انا هنزل عند ملتا لان لقيت عربيه عندها المره اللي فاتت، لقيت في عربيه مستنياني هناك. ما زين لو معانا يبقى مش عربيات، مش معانا الا العربيات. يا خراب، انا همشي كتير قوي يا سعيد، فحاول لو انت كده الزوم معانا. زي ده مش لاقي عربيه. الزوم معانا الى حد ما يعني كويسه، مش هنلاقي عربيه وقت ما نعوز عربيه، مش هنلاقي عربيات، مع ان الطريق ده فعلا هو اكتر طريق هتلاقي فيه العربيات الداسيه دي. في هيلث مرمي قدامي اهو، في جيركن بنزين مرمي قدامي كده، وبقى انا تمام. يلا يلا يلا، تعالى عند ملتا، عند حرف الام بتاع ملتا، عم اشوف عربيه. لو انت لقيت عربيه طب هاتوا هاتوا، تعالى ندور على عربيتين انا وانت. يلا المشوار هيبقى طويل قوي من غير عربيه كده. لقيت عربيه داسيه يا جمال. طب تعالى لي، تعالى لي، تعالى لي عند حرف الام اهو، كان في عربيه فوق اهي. لقيت عربيه داسيه يا اسطى، ولا دي باجي يا رخامه؟ لقيت عربيه داسيه، الله اكبر عليا. تعالى لي، تعالى لي، تعالى لي عند حرف الام. حرف الام عند ملتا على اول الطريق اللي هو فيه مفترق طرق كده، في ثلاث طرق. جاي ايوه، تعالى اقف في النص هناك. انا اللي عد. خلاص يا عم عد انت يا عم. ماشي عد، بس تعد بما يرضي الله، يعني اول ما تبدا واحد تنهي بثلاثه، مش تقول واحد لا استنى هعمل مش عارف ايه. مش كتير اهو، استنى بس. ايوه تعالى تعالى. عمال تتكسر من دلوقتي. تعالى يا صاحبي. يلا بص بقى، اقف جنبي وانا اقول لك على حاجه. استنى اما اهلس بس ازود بنزين. ثاني نزود البنزين بتاعنا. تمام تمام تمام. فول لا كده، احنا عايزينها فول خالص. تيجي ندور على بنزين؟ يلا تعالى ندور على بنزين كمان. بص خلي العربيتين جنب بعض وهقول لك. انت هتفسر لي الكاوتش ولا يا اسطى من دلوقتي؟ لا بقول لك ايه، لا بعدينها بالظبط جنب بعض. ماشي ماشي. طب تعالى تعالى. انت عارف احنا هنبدا من اللي فين؟ احنا هنبدا من المكان اللي احنا فيه لحد اول الكوبري بتاع فيري بير الثاني. ماشي، بس امشي على الخط التقيل. امشي على خط الطريق اللي تقيل ده، اللي هو الرئيسي. دور بقى على بنزين، احنا اهم حاجه البنزين عندنا دلوقتي. عايزين 3 4 جراكن بنزين عشان البنزين. انا لقيت ام 4 يا اسطى اهو، لقيت جيركن بنزين. يلا المريض بتاعتك جيركن. يلا 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 عشان اكسب. روح عند العربيه وانا جاي لك اهو. يلا يا ريس، يلا ابدا بقى السباق، ابدا السباق. ايه ده، انت هتخليهم الاثنين بوليس ولا ايه؟ استنى استنى استنى، ما نلزق جنب بعض. استنى استنى، انا هلزق جنبك شويه وبس، مش قوي يعني، هسيب مسافه برضه. ماشي ثواني اهو، عشان بس ايه لو عايز تنزل تبص عليها ولا حاجه. الاثنين زي بعض بالظبط اهو، بس اوعى تخرج بره الطريق، اوعى تروح هنا ولا هنا. يلا ماشي. لا لا استنى استنى استنى، ما تمشي، انت هتمشي ولا من دلوقتي؟ استنى يا عم، جيركن بنزين نسيته. نسيت جيركن بنزين يابا، اصبر عليا، ده انا هخليها فل على الاخر. ايوه كده، يلا واحد اتنين تلاتة. يا شرطة حصلني بقى لو هتعرف. خليك على الطريق، اوعى تخرج بره، انا عارفك. لا لا لا، انا عايز ابص عليه بس. ولا ما زنقتش عليك، وانا بعيد عنك خالص اهو. شوف انت خبطتني، رجعت ورا. وانت اوعى تخبطني انت كمان. اكسر اكسر بنزين كمان، اكسر.
اكسر السرعة. ده انت لازق ورايا، انا شايفك من التليفون اهو، انت لازق ورايا. ريد زون، ريد زون، هتصطاد مين فينا؟ اه جابتك. لو جابتك انا هكسب الجيم، ما تقولش. لو حد فينا وقع من ريد زون عملت حادثة. اه كسبت 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 كسبت، عربية الشرطة فشلت. اكسبت خلاص، ما انت مش هتلحقني. وانت هتعرف تلحقني كده؟ بشوية من طريق كده وتمشي وتروح. لا الطريق الرئيسي، الطريق الرئيسي. انا ماشي على الطريق الرئيسي، اوعى تروح وتحوط كده يمين وشمال. انت تمشي من الطريق اللي انا ماشي منه، اللي هو الرئيسي، اللي هو التقيل. انا ماشي من عليه اهو علشان اروح للكوبري التاني وخلاص اوصل. اوصل. انت فين دلوقتي يا يا خلبوس؟ يا خلبوس ماشي من البتاع. ماشي ماشي يا سعيد، ماشي. انا كده كسبت. انا والله مشيت من الطريق الصغير والله غصب عني. خلاص اطلع امشي على الطريق تاني، امشي على انت شايفنا. ماشي ماشي يا سعيد. طب ارجع امشي بقى على الطريق تاني، خليك ماشي على الطريق، وانا كده كده هكسب اصلا. تعرف تكسب؟ تعرف انا لو عملت اختصار يا احمد هكسبك. طب اقول لك على حاجه، تحدي، اعمل اختصار وورينا هتعرف تكسبني ازاي. طب ماشي اصبر. يلا برضو بعون الله، بعون الله هنكسب برضو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يلا اول عربيه بتاعتي اتقلبت. سمعت صوت عربيتك. مش هتعرف برضو، مش هتعرف مش هتعرف. يا رب يا رب يا رب يقع. اعمل اختصار، اعمل اختصار وتعال، اعمل اختصار بقى، ما عادش في اختصارات خلاص. هتقع في البحر. طب هقول لك كملها لبوشينكي. يلا كملها الاول طريق بوشينكي. ماشي بنزين يا اخي، ما انا ما عادش معاه بنزين. بنزين خلاص كده. هجيلك دلوقتي يا يلا 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 يلا. كسبت 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 اهو. يس مان كسبت يابا، كسبت خلاص. ولا ولا ولا. يلا نكمل فايتات، نكمل فايتات. ماشي ما بين الشرطه، ما بين الشرطه وال ومجرم بوشينكي. يلا هسه كمل كمل. عايز تلعب فايتات يعني؟ بس المشكله معيش سكوبات ولا معايا اي حاجه. انت اكيد اخدت سكوب مش كده؟ والله ما معايا سكوبات يا ابني. رحت فين يالا؟ رحت فين الزون؟ الزون هتقفل علينا، ماليش دعوه لو الزون قفلت زي ما احنا. مش هتعرف برضه، مش هتعرف. شفتك. شفتني فين يا سعيد؟ شفتني فين يا سعيد؟ شفتك. ابلع دي بقى. مش هتعرف، ده واخد كفر ابن لذينة. حركة دي لو ظبطت معايا هكسب. ما ظبطتش. فصل النت، فصل النت، فصل. الحركة دي لو ظبطت معايا هكسب. ما ظبطتش. فصل النت، فصل النت، فصل. لسه ممكن النت فصل. يا لهوي. خلصت الفيديو؟ اتفرجت واستمتعت وما عملتش لوك ليه؟ خلينا بقى نشوف مين سعيد الحظ اللي كسب معانا. احنا عايزين كده نهدي الكاميرا علشان تقدروا تشوفوا التليفون. طب يا رجاله احنا كنا قلنا اللي هيكسب معانا بعد كده، ما قعدناش هنعمل مسابقات على القناه الفتره اللي جايه، هنعمل مسابقات على الموقع بتاعنا. وانا قلت للناس ان هي تدخل على اول موضوع وتكتب الاي دي بتاعها زي اسمها في اللعبه. ولو انت واحد جديد او مش عارف ازاي تدخل، بص يا سيدي انا هقوم كده عشان اوريك التليفون. واقف انا ورا الكاميرا يا عم. يلا استنى بس عشان اشوف بس الشكل واظبط لكم الدنيا اهو. زي ما انت شايف ده التليفون اهو. تمام بص كده يا صاحبي، ما لطفي الاضاءه دي، الاضاءه دي ملهاش ريحه اللازمه. بص زي ما انت شايف كده، لو انت دخلت على جوجل اثبت يا، لو انت دخلت على جوجل وكتبت كلمه في جيمو هيجي لك اول موقع هتبدا تضغط عليه، اللي هو نضغط عليه اهو وادخل عليه. هتنزل بقى وتشوف اول موضوع، اللي هو اول موضوع ده دايما احنا بنعمل مسابقاتنا على اول موضوع، فهتضغط عليه وتدخل عليه. تمام بعد كده هتنزل تحت خالص كده وتكتب كومنت بالاي دي بتاعك اهو، اقول له عرض التعليقات. هتلاقي بقى الناس كتير كاتبه تعليقاتها يا شباب، زي ما انت شايف كل الناس ديت كاتبه تعليقاتها. هنبدا نشوف مع بعض دلوقتي، هنطلع طلعه حلوه.
يعني انا عشان برضو ايه مش عايز اشوف، فانا هبين لكم ان انا مش شايف اي حاجه، فاهو ثواني بس كده، وهقعد قدام الكاميرا انا وطت لكم الاضاءه علشان بس تكونوا شايفين كويس. ماشي، ده التليفون اهو يا رجاله، هبدا اطلع طلعه حلوه كده. اظبط بقى فوكس، بقى فوكوساتك فوكوساتك، ونبدا نطلع طلعه شباب ونختار واحد كده اهو. يعني مش هقدر تطلع ليه اهو رجاله، هو ده اللي ايدي وقفت عليه زي ما انت شايف كده. خلينا نشوف مين ده مين ده مين ده مين ده. انا والله مش شايف، استنى بس اشيل ايدي. هو اللي تحت ده، اللي تحت ايدي ولا اللي فوق ايدي؟ لا اهو اللي فوق ده يا جماعه، اللي فوق اهو زي ما انت شايف كده. ثواني، هو كاتب الاي دي بتاعه وكاتب نفسي اكسب زي ما انتوا شايفين كده، اسمه محمد هشام تقريبا. وزي ما انتوا شايفين كده رجاله، هو ده اللي كسب معانا الفيديو ده. ان شاء الله الشدات هتكون موجوده في حسابك اول ما الفيديو ده ينزل على اليوتيوب ان شاء الله. والفيديو اللي جاي برضو واحد هيكسب معانا بنفس الطريقه، هتلاقي موضوع جديد نزل على الموقع، هتدخل عليه وتقوم كاتب الاي دي بتاعك واسمك في اللعبه. وزي ما قلت ان احنا هنختار دايما من اخر موضوع اللي هو اول موضوع هيقابلك في الموقع كده. احب اقول لكم ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو ده، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الحلو والسبسكرايب الجميل. ان شاء الله تشوفونا في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم.